الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم شرح زي التعليم. النهاردة معانا موضوع جديد بيهم قطاع كبير من الناس، وهو كيفية استخراج ترخيص مزرعة دواجن داخل محافظات الدلتا وباقي المحافظات. المعروف ان كثير من المزارع وخاصة المقامة بالمخالفة لقوانين حماية الأراضي لا يمكن استخراج ترخيص إقامة أو إنشاء، وبالتالي وضع القانون 773 لسنة 2017 قرار وزاري سمح لمثل هذه المزارع باستخراج رخصة تشغيل لهذه المزرعة. ده موضوعنا النهاردة، هنشرح آليات استخراج هذا الترخيص والمطلوب وإيه المستندات المطلوبة وكيف تحصل على هذا الترخيص، فتابعنا إلى النهاية. إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة فالضغط على سبسكرايب أو الاشتراك يمكنك من متابعة هذه القناة، تفعيل زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه على هذه القناة من معلومات مفيدة في شتى المجالات. المعروف إن زي ما قلنا ترخيص التشغيل بيطلع للمزارع اللي ليس لها رخصة إقامة لأنها بتكون في العادة مخالفة لقوانين حماية الأراضي. نص القرار 773 لسنة 2017 على أن هذه المزارع يقنن وضعها ويتم استخراج رخصة تشغيل لهذه المزارع حتى تستطيع أن تزاول نشاطها بطريقة قانونية. طيب إيه هو المطلوب علشان أرخص مزرعة دواجن وأطلع رخصة تشغيل؟ أولا يطلب منك صك الملكية أو إثبات الملكية، وهو عادة بيكون عقد ابتدائي أو عقد بيع يعني ابتدائي، أو شهادة حيازة زراعية تثبت ملكيتك للحيازة وأن هذه المزرعة مقامة ضمن هذه الحيازة. هذه المزرعة رقم 2 إن لم يحرر لها محاضر مخالفات فبتثبت أن هذه المزرعة لم يحرر لها محاضر مخالفات، وإن صدر أو حرر لها محاضر مخالفات فواجب عليك أنك تجيب شهادة حكم بالبراءة، شهادة حكم بالبراءة باسم الشعب. رقم 3 لابد أن تكون هذه المزرعة مقامة وتعمل بالفعل، يعني مقامة وتعمل بالفعل قبل صدور القرار الوزاري اللي هو 773 لسنة 2017. رابع حاجة وهو المهم، وهي أن تكون هذه المزرعة مستوفاة لشروط الأمان الحيوي، مستوفاة لشروط الأمان الحيوي. إيه هو شروط الأمان الحيوي؟ شروط الأمان الحيوي بيتمثل في أن هذه المزرعة بتكون بعيدة عن الكتل السكنية، يعني البيوت والمساكن الكتل السكنية ب 500 متر. تاني شرط أن هذه المزرعة بتكون بعيدة عن أقرب مزرعة لها مشابهة لها، يعني لو كانت دي مزرعة تربية فلابد أنها تكون بعيدة عن المزارع التربية الأخرى بمسافة 500 متر، يعني بين المزرعة والمزرعة المتشابهة في الإنتاج 500 متر، وأيضا تكون بعيدة بمسافة 1 كيلو متر يعني 1000 متر عن مزارع دواجن البياض. في فرق ما بين مزرعة دواجن لإنتاج اللحم ومزارع دواجن البياض، فلابد أن تكون المزرعة دي بعيدة عن مزارع البياض بمقدار 1000 متر. طيب الترخيص بيطلع مدته قد ايه؟ الترخيص بيختلف على حسب نوع المزرعة. فالمزرعة المثقفة او لها سقف خرساني، يعني السقف بتاعها خرساني، فبتحصل على ترخيص. هذا الترخيص مدته 3 سنوات. اما المزارع اللي بتكون السقف بتاعها من الخشب والسدة والمشمع او البلاستيك يعني، فبتحصل على ترخيص. هذا الترخيص بيكون لمدة سنة وبعدها انت بتجددها، سواء
لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات، فأنت لابد أنك تجدد الرخصة بتاعتك عند الانتهاء. كيف أبدأ في ترخيص المزرعة؟ أولا بتقدم طلب للإدارة الزراعية اللي أنت تابع لها على أنني عندي مزرعة ومقامة بتاريخ كذا وتعمل بالفعل، وأريد الحصول على ترخيص تشغيل ومستعد لسداد الرسوم المقررة. وبتقدم بعدها بتمضي على إقرار بأن جميع الأوراق التي سوف تقدمها صحيحة وعلى مسؤوليتك القانوني. بعد كده بيتم عمل معاينة من قبل الإدارة الزراعية اللي انت تابع لها والجمعية الزراعية التابع لها المزرعة والطب البيطري أو إدارة الطب البيطري، 3 جهات بيبدأوا ينزلوا يعملوا معاينة، بيعملوا حدود المزرعة ورسم كروكي للمزرعة بيثبتوا فيها كل شيء من حدود وعنابر ووصف للمزرعة بالكامل وعدد الطوابق وأي شيء داخل المزرعة وخارجها. بعد كده بيتم عمل المعاينة والتوقيع وعليها من الإدارة الزراعية بالمنزلة ومندوب من الجمعية الزراعية وأيضا مندوب من الطب البيطري، ثم ترسل هذه المعاينة مع الرسوم المقررة إلى مديريات الزراعة اللي انت تابع لها بالمحافظة، وبالتالي مديريات الزراعة بتراجع هذا الملف وثم ترسل ملف هذه المزرعة إلى قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة. قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة عند الموافقة بيستخرج لك رخصة، هذه الرخصة بتبقى عبارة عن لوحة بلاستيكية، هذه اللوحة مكتوب فيها رقم الترخيص بتاعك، ويحتوي هذا اللوحة على رقم كودي. هذا الرقم الكودي بيبقى فيه جميع بيانات أو بيمثل جميع بيانات المزرعة من اسم صاحب المزرعة ومساحتها وتاريخ صدور الترخيص. بتاخذ هذه اللوحة البلاستيكية وعليها الرقم الكودي وعليها جميع بيانات الترخيص، وبتبدأ تضع هذه اللوحة على باب المزرعة حتى تمثل لك أنك وضع قانوني وأنك حاصل على ترخيص تشغيل. بكده أنت بتكون حصلت على ترخيص تشغيل، قننت وضعك وتعمل في ظل القانون 773 لسنة 2017 بطريقة قانونية. عند انتهاء الرخصة اللي مدتها سنة للمزارع المسقوفة بالسدة والخشب أو مدتها 3 سنين للمزارع المسقوفة أو ذات السقف الخرساني، بتبدأ تجدد الرخصة بالطريقة اللي احنا قلناها بطريقة سلسة وبسيطة جدا. بكده تكون انت حصلت على ترخيص تشغيل لمزارع الدواجن. مزارع البياض بتختلف طبعا مزارع البياض عن مزارع التربية، وده ربما يكون له حلقة قادمة ان شاء الله. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وأتمنى أن أكون وصلت لك معلومة قد تستفيد منها أو يستفيد منها الغير. لا تنسى ولا تبخل علينا بالاشتراك والضغط على سبسكرايب أو الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك جديد ما نقدمه على هذه القناة. أيضا لا تبخل علينا بعمل لايك وشير حتى تعم الفائدة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في فيديو آخر، أتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح ودمتم بخير، وإلى أن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.